تو السوق تو ما شاء الله شفت زارية شالين ذبايح. شكله كان السوق هنا. يقول سكر السوق. يلا طبعا جبل الشمس 37 كيلو. جربنا عندهم كرك الباشا ما شاء الله. سلم لم طلبنا عندهم دلة كرك سعرين هذيك البقعة اللي فوق. يلا ان شاء الله تستانسون مثل ما نحن مستانسين. تعرفون على المكان ان شاء الله تزورونها. علب سلام. يا سلام مسوي لكم جلسات بعد. عزيز المواطن المقيم استفيد وحافظ. ودي اشرح لكم ما في الصورة لكن جمالها غير طبيعي يا جماعة الخير. شوف النخل كيف نازل في الوديان. دخلتنا الطريقة هذه في كوفيات مطاعم. خلينا نشوف تم واقف لان توقفون قبل تدخلون السكة هذه. طبعا في فنادق يقولكم في عسل عماني بيع العسل وغيره تحف عمانية. وفي هنا الأكلات العمانية. المدخل الكوفي وفي نزلة للسوق الطريقة هذه. عرايسنا اليوم نازلات بسم الله. وين سايرين؟ تندلون مكان سايرين انت الحين؟ ها؟ انزل تعالوا وين سايرين؟ تعالوا انزل بس ركبكم بتعوركم بعدين. تعالوا نصعد فوق يلا تعالوا كوفيات فوق. شو تسوين؟ شامة؟ تفاصيل جميلة.
كوفيات على مد النظر. لو تشوفون كوفيات هنا، وهذا كوفي ثاني تحت. صحيح. ان شاء الله تبارك الرحمن. صراحة ودي اوصف لكم المنظر، ما ادري انت تشوفونه، شيء خيال خيال خيال. الجانب ما شاء الله في كل مكان. نعم يلا. مطعم هذا بس مسكر. هاي كانت لعبة. كانت لعبة؟ اي والله هاي لعبة. لعبة لفوق ها. بس عاد بجرب. ما فيها حد. في فنادق في هذا المكان. طبعا معلومات سياحية. تبون تنزلون. تشوفون الوضع. استقبال هذا فندق. شكله. تعالي. تكبون تركبون حمار؟ يا سلام. جمال. ان شاء الله. تعالوا. سيري توكل على الله. تعالوا. يا روحي زين. ها. نزل هذا. لا تعالي طبعا الأجواء بالقمم بالطريقة هذه. هذا حمار. هذا حمار مو حصان. ما فطم شو سوي؟ باكل. تشيز كيك. مامي.